هل يعني الشكاوى من قطرات النوم او خدمه قطرات النوم اللي كنا بنسمع عنها دي اختفت دلوقتي؟ بكل صراحه ما اقدرش اقول لحضرتك اختفت تماما. في بعض الشكاوى بتيجي ليا ولكن قلت جدا. بتنحصر الشكاوى اللي بتيجي للشركه، طبعا عندنا في اداره كامله للرد على الشكاوى يوميا، وانا بنفسي برد على جميع الشكاوى. بمجرد ما بتوصلني شكوى بتواصل مع الشاكي، بيبقى معظمها خارجه عن اراده الشركه من حيث بعض المشاكل في القطارات. حضرتك تعلم تماما مدى يعني تهالك القطارات او يعني كبر سنها، فبيبقى في بعض المشاكل اذا كان في جرار اتاخر شويه او في تكييف فصل او حاجات من هذا القبيل. شكاوى بالنسبه للخدمه التي تقدم على قطارات النوم برضو يعني لا تعد واحد في الالف او اقل من نص في الالف من اجمالي الركاب اللي انا بنقلهم يوميا. كان الشكاوى برضو في نوعيه الاكل، في مدى النظافه، مدى الخدمه اللي بتقدم للعميل. انا حاولت خلال الفتره اللي فاتت دي كلها اراوند 3 سنين تقريبا، ومجرد ما توليت قياده الشركه كنت ببص هدفي الاول والاخير العميل او الراكب اللي بيركب معايا. انا بقدم خدمه للجمهور والجمهور بيدفع فيها فلوس كتير، فكان لازم يحس بالخدمه دي. ولما بيحصل اي مشكله ليه بيبقى سعيد جدا الراكب لو انا اهتميت بيه ورديت عليه. طب يا ساتر، احنا اللي بنعرضه دلوقتي ده قطارات النوم الجديده مش كده؟ يا فندم بامانه هذا القطار بيعمل من سنه 80. من سنه 80؟ 80، يعني عمره حوالي 38 سنه. ولكن بالمحافظه يا فندم على القطار والخدمه اللي بتقدم فيه وتطوير الخدمه، ولو بنحاول نحافظ عليه بالشكل ده.